أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن اهتدى بهداه واقتفى أثره إلى يوم الدين، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازلنا بصدد الآيات الكريمات التي أنزلها الله تبارك وتعالى في فرضية شهر رمضان، ووصلنا إلى قوله تبارك وتعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. الله تبارك وتعالى بعد أن تكلم عن أصحاب الأعذار وهم المرضى وهم الذين على سفر، تكلم كذلك على صنف آخر من ذوي الأعذار، وهم الذين يطيقونه، يعني يصومون رمضان ولكن بجهد وطاقة قوية، فهم يتحملونه ولا يصومونه براحة وبطمأنينة، وإنما يصومونه بشدة وجهد. فهؤلاء مثل الشيخ ومثل العجوز، هؤلاء إذا كبروا فالشرع قد رخص لهم أن يأكلوا، إذا لم يطيقوا يأكلوا ويفدوا لكل يوم إطعام مسكين. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين. ومن العلماء من حمل بعض الأصناف على هذه كذلك. ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كانت له جارية حامل، كانت عنده امرأة حاملة، فلما رآها في يوم رمضان وهي متعبة فقال لها: أفطري وأطعمي مسكينا، فإنما أنت من الذين يطيقونه. قال: أنت كذلك داخلة في حكم الذين يطيقونه، أي يعني يصومونه بشدة وتحمل. فهؤلاء رخص لهم الشرع الحكيم في أن يفطروا ثم يطعموا مسكينا عن كل يوم. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين أو مساكين، كلا القراءتين صحيحتين. وكان الأوائل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان قوت أهل البلد وطعام أهل البلد غالب فيهم القمح، كانوا يعطون نصف صاع لكل فقير، لأن هذه الماكلة لدى الناس كلهم، كلهم كانت ماكلتهم هو القمح، كلهم يطحنوا ويأكلوا منه، اللي يدير به إدام واللي يدير به خبز. فكان الذي يطعم من القمح كان نصف صاع، فمن تطوع خيرا فهو خير له. بينما العلماء قالوا: الإطعام يكون من أوسط ما يطعم الإنسان أهله، كل بلاد كيفاش توكل وكل بلاد كيفاش تأكل. المهم كيما أنت تأكل مع أولادك في غالب الأيام ما هوش الطعام الأدنى وما هوش الطعام المرتفع، الوسط، لأن ما هوش الإنسان كل يوم يأكل بطاطا
وموش كل يوم يأكل اللحم، يعني كاين حاجة في الوسط عند الناس كلهم حتى عند الأغنياء كاين حاجة في الوسط. قال لك اشترع من هذاك الوسط وكل الفقير، فهمنا كيف؟ تحكم فقير توكله معك تطعمه من أوسط ما تطعم أهلك. هذا الإنسان الذي يفطر في رمضان وكان له عذر، مثل المرأة الحامل ومثل مثلا العجوز ومثل الشيخ، هؤلاء يأكلوا ويفدوا عن كل يوم أكلوه، يفدون عنه طعام مسكين. بعد الله تبارك وتعالى يقول فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. الله تبارك وتعالى تكلم هنا الآية هذه أردفها بقوله فمن تطوع خيرا. فما معنى الكلام هذا؟ يعني الله تبارك وتعالى أمر الحد الأدنى في قضية الفدية، ألا وهي نصف صاع، كما نقولوا بالحساب نتاعنا الحالي كيلو ونص لكل فقير. هذا إذا كان الإنسان في بلاد يأكل غير طعام كما في الشرقيين يأكلوا الرز كما كذا، هذا يعطي له كيلو ونص، لأن أنت تأكل الرز ويأكل الرز، فهمنا كيف؟ لأن كلكم هنا مستويين في الأكل. أما أنت تنوع مآكل ومشارب مختلفة وتعطي له كيلو ونص تاع الرز ما ينفع، فهمنا كيف؟ وإنما إذا كان الغالب تاع القوت مثلا يوكال تكيل له كيلو ونص اللي هو نصف ساعة. قال الله تبارك وتعالى فمن تطوع خيرا فهو خير له، يعني هذا الحد الأدنى هو أنك تطعم فقير أو تطعم مسكين. ولكن واحد يبغى يتطوع ويقول لك هذا رمضان فأنا أريد أن أزداد في الخير وأزداد في الفضل، فبدل ما أطعم مسكينا واحدة أطعم 10 مساكين أطعم 5 مساكين. إذن يقول له اشرع فمن تطوع خيرا فهو خير له. فمن أراد أن يتطوع في رمضان، وإنما الحد الأدنى مسكين، ما عندك تحت مسكين ما فيه، اللي يكلاه في رمضان من ناحية العجوز ولا شيخ ولا امرأة الحامل وكلاه في رمضان عندها تطعم مسكين، هذا الحد الأدنى. بينما الحد الأعلى لم يقيده الشرع، تركه تحت قوله فمن تطوع خيرا فهو خير له. اللي يبغى يتطوع يزيد الخير ربي سبحانه يزيد لهم الخير. قل لك المهم أنا ربي سبحانه أمر نطعم واحد، أنا نطعم عدة ناس، نطعم 10 نطعم 5 على قدر مجهوده، إذن هذا يزداد كذلك في الخير. لكن حاجة النافلة الشرع لم يقيدها، وإنما الفريضة مقيدة. إنسان بغى يصلي مثلا الضحى ركعتين ولا 4 ولا 6 ولا 8 ولا 10 ولا أبعد من ذلك فله ذلك، لأنه يدخل تحت قوله فمن تطوع خيرا، لأنه دخل في التطوع، لأن التطوع غير مقيد، بينما الفرائض مقيدة. ما يقوليش واحد أنا أصلي الظهر بدل ما أصلي 4 أصلي 16، نقول له لا فلا يقبل منك. لماذا؟ لأن الأشياء مقيدة، بينما التطوع فمن تطوع خيرا فهو خير له. كي تتطوع في الحاجة تاع الخير وتزداد فهو خير لك. الله تبارك وتعالى هنا قيدها بمسكين، ولكن أنت أردت أن تزداد في إطعام المساكين أو تزداد مثلا في كمية الإطعام فلك ذلك، وتدخل في الأجر والفضل العظيم. إذن فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم. إذن الإنسان هنا عنده الخيار، عنده الخيار بين الأكل والإطعام وبين الصيام. الله تبارك وتعالى يعني أعطاه رخصة ثم رغبه في الصيام خير له من الرخصة، ألا وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. يعني الإنسان يحس روحه يقول لك أنا خلاص ما دام الشرع أعطاني وراني شيخ كبير ناكل الشرع أعطاني، ولكن إذا سألته يقول لك عندي قوة باش نصوم. إذن ما دام عندك قوة باش صوم، الصوم أحسن لك، لأن ربي سبحانه يقول فما يعني وأن تصوموا خير لكم. لما تصوم أحسن لك من اللي تأخذ الرخصة. هذا إذا كنت يعني تحس على أنك فيك جهد تاع الصيام. أما الإنسان واحد يبلغ إلى درجة يعني كبيرة، في حيث بعض الناس يعني يكبر يوصل إلى درجة الخرف، واللي مخرف ما يعرف كامل وش يقول وش يخدم وش كذا، هذا ما هذا خلاص الشرع هذا رفع عنه القلم فما عليه إلا أن يأكل. أما إنسان يحس روحه فيه شوية نشاط يقول لك خلاص ما دام الشرع أعطاني روح نأكل، نقول له لا،
ما دام عندك شوية نشاط وعندك شوية قوة فما عليك إلا أن تنتبه إلى نهاية الآية، لأن نهاية الآية تقول وأن تصوموا خير لكم. إذا تصوم أحسن لك من اللي تأخذ الرخصة، فهمنا كيف؟ ولكن الرخصة كائنة وجائزة، ولكن الإنسان اللي يحس روحه خلاص متعب ما يستطعش يصوم نص نهار يلقى روحه يرجف يلقى روحه عيان، هذا فما عليه إلا أن يعمل بالرخصة. أما من يجد في نفسه نشاطا فما عليه إلا أن يصوم، إذا كان كبيرا يعني شيخا كبيرا أو عجوزا كبيرة ثم أحس في أنفسهما أن لهما نشاط فما عليهما إلا أن يصوما، لأنهما ينطبق عليهما قوله تعالى وأن تصوموا خير لكم. الصيام أحسن من اتخاذ الرخصة للذي يجد في نفسه يعني قوة ونشاط على الصيام. إذن الله تبارك وتعالى بعد أن يعطينا أحكام الصيام من حيث أول الأعذار ومن حيث الكبار وهكذا، الله تبارك وتعالى يلفت نظرنا إلى عظمة هذا الشهر. لماذا عظم شهر رمضان؟ كاين سبب. لماذا لم يعظم الله تبارك وتعالى الشهور الأخرى إلا رمضان؟ فله سبب. السبب هنا الله تبارك وتعالى قال عنه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. إذن الله تبارك وتعالى بعد أن أعطانا يعني حكم الصيام ووجوب الصيام ثم بين أخرج أصحاب الأعذار، كذلك بين لنا عظمة هذا الشهر الذي افترض علينا صيامه. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى قال فيه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. لما كان القرآن، انتبهوا جيدا يا إخواني الكرام، لما كان القرآن هو أفضل الكتب المنزلة من عند الله تبارك وتعالى على سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أفضل من التوراة، أفضل من الإنجيل، أفضل من الزبور، أفضل من صحف إبراهيم وغيرها من صحف الأنبياء، القرآن بلا شك أنه هو أفضل الكتب السماوية المنزلة على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وكذلك المنزل عليه منه هو محمد صلى الله عليه وسلم. من هذا الباب كان كذلك محمد صلى الله عليه وسلم خير الناس أجمعين وخير كذلك الأنبياء والمرسلين، لأن خير الكتب نزل على خير خلق الله. ولكن المنزل عليه هنا يبقى قضية أخرى وهي المنزل فيه. عندنا المنزل عليه اللي هو محمد صلى الله عليه وسلم، وعندنا المنزل فيه. المنزل فيه ما هو؟ هو شهر رمضان. فلما شهر رمضان الله تبارك وتعالى أكرم به القرآن وأنزله في هذا الشهر، أصبح شهر رمضان هو خير الشهور كلها. نال التكريم من القرآن ونال التكريم من الرسول صلى الله عليه وسلم، فهمنا كيف؟ إذن القرآن خير كتب، أنزل على خير الرسل، أنزل في خير الشهور، أنزل على خير الأمم وهي أمة محمد صلى الله عليه وسلم بلا شك، لأن هذا الله تبارك وتعالى يخاطب أمة محمد صلى الله عليه وسلم بقوله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: كنتم خير أمة أخرجت للناس. كنتم أنتم يا أمة محمد. ولكن الإنسان لما ينظر يقول صحيحنا أمة محمد إحنا خير الأمة، نقول له نعم، وإن كان اعترانا وإن كان رنا في مؤخرة الركب ورنا في ذيل الأمم، ولكن يا إخواني الكرام النظرة العامة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أنها خير الأمم، لأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ التاريخ انت أمة محمد صلى الله عليه وسلم في طلوعها ونزولها يجدها أنها مثل الرسم البياني طالعة نازلة، فهمنا؟ أمة محمد صلى الله عليه وسلم منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الآن طالعة ونازلة،
لم يثبت على أنها نازلة كامل ولم يثبت على أنها طالعة كامل. فهمنا كيف؟ إذن هذا الطلوع والنزول لما نبدأ نحسب شحال مرة طلعت وشحال مرة نزلت نلقى الأمة محمد صلى الله عليه وسلم يعني الطلوع التاحة أكثر من النزول التاحة. ما هو مثل الأمم الأخرى كل يوم في النزول، وإن كان بدت لنا على أنها في حضارة تامة أو مثلا أنها مسكت زمام الحضارة ومسكت زمام الدنيا وأصبحت لها صواريخ ومعدات وأصبحت لها، هذا كله النظر إلى الدنيا، هذه النظرة إحنا نظرة الدنيا لا ننظر إليها، وإنما ننظر نظرة من الذي الآن ينظر نظرة الآخرة، من الذي الآن يتمسك بدين الله تبارك وتعالى. لما نشوف اليهود ونشوف النصارى في أمر دينهم تقول هؤلاء يعني تقول كلام العمل هذا تقول هو أقرب إلى اللعب منه إلى الديانة. شفنا نصارى في المعابد تاعهم الإنسان لو كان يعني ما يستطيعش يعني يقوي روحه ممكن يبدأ يضحك الداخل لما تشوفهم كيفاش يعبدوا تقول هذا لعب ماشي عبادة. فمن كيف؟ يلموا الدراهم ياكلوا في الكاوكاو الداخل يبخروا واحد يدور يبخر لهم ويعطوا له في الدراهم، واحد الضحك واحد المسخره واحد شيء ما يصوروش الانسان العقل. بينما لما تجي الأمة محمد صلى الله عليه وسلم وتجي يعني المساجد نتاعها كيف يعبدون، كيف يعظمون مساجدهم، كيف يعظمون شعائرهم، كيف يحترمون ائمتهم، يعني امر عجيب. ما من هنا كانت أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي خير الأمم، وإن كان كما قلت لكم اعترانا ما اعترانا في هذه العصور المتأخرة، ولكن العاقبة كما قال الله تبارك وتعالى ولكن العاقبة للمتقين، ولكن العاقبة طال الزمن أو قصر العاقبة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم هي التي تكون لها الدولة وهي التي تكون لها الشوكة وهي التي تكون لها الغلبة والعزة والتمكين إن شاء الله. مهما طال الزمن أو قصر إلا وأمة محمد صلى الله عليه وسلم هي المرتفعة، لأن هي خير أمة أخرجت للناس بنص القرآن الكريم أنه يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس، وكنتم هذه كما قال أهل اللغة أنها تفيد الاستمرار والتكرار، يعني دائما على مر العصور وعلى مر الدهور أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي الأمة الخيرة، هي الأمة الفاضلة على سائر الأمم الأخرى. إذن نرجع إلى قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، هذا الشهر الذي أنزل الله تبارك وتعالى فيه القرآن، من هنا رمضان أخذ هذه الأفضلية وأخذ هذه الشهرة وأخذ هذا التكريم العظيم أن الله تبارك وتعالى أنزل فيه القرآن، خير الكتب أنزل على خير العباد وأنزل في خير الشهور ألا وهو رمضان. همنا إذن متى أنزل القرآن يا إخواني الكرام؟ أنزل في ليلة القدر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الحديث الصحيح عن خديجة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة يذهب كل شهر رمضان يذهب إلى غار حراء يتحنث الليالي الطوال، فلما ينقضي شهر رمضان ينزل إلى سفح مكة ويأتي إلى البيت. الرسول صلى الله عليه وسلم قبل البعثة تاعو فهمنا قبل البعثة تاعو كان يطلع جبل حراء اللي هو جبل حراء فيه غار حراء، جبل النور فيه غار حراء، وجبل النور هذا يبعد عن مكة حوالي 6 أو 5 كيلو هكذا، هو أطول جبل في مكة. الإنسان لما يعود جاي على جدة ورايح واصل إلى مكة قبل حوالي 30 كيلو يشوف الجبل هذا يبان له، هو أول جبل يعني يصادفه وهو داخل إلى مكة. هذا الجبل يا إخواني الكرام الذي أنزل الله تبارك وتعالى فيه أول آية أنزلت من القرآن وهي قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، نزلت في غار حراء على قمة عالية في هذا الجبل. الرسول صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة كان يطلع إلى هذا الجبل ويأخذ معه زاده الذي يكفيه ويطلع إلى الجبل
وإذا في هذا الجبل فيه غار. اسمعوا جيدا، فيه غار، الغار هذا يطلق عليه غار حراء، وهذا الغار عبارة عن حجرة طاحت على حجرة واتكوا هكذا وصبحوا هكذا دائرين، الجهة اللي تشوف منها ضيقة والجهة اللي تدخل منها واسعة، فهمنا؟ طيب من اللي قال للرسول صلى الله عليه وسلم يا محمد باللي هذا الجبل فوق راهي كاينة غار تجلس فيه تقعد ما يشوف؟ واللي أكثر من هذيك، أنا سألت كم واحد يطلع للجبل ونقول له أنت طلعت للجبل ودخلت في الغار هذاك وشفت واش لاحظت؟ قلت ما لاحظت والو، لأن هذا الإنسان خاصه يتدبر، في تبحث في حاجة وتروح ليه خاصك تشوف، خاصك تبحث تعرف واش كاين، ماشي تروح وتجي باطل. بعض الناس يروح يحج ويجي ما عرفش واش دار كامل، بحال 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 حاجة ناس بهيمة، طولوه وجابوه وسلم، ركبوه في الطيارة جابوه السلام عليكم، طلعوه للجبل وجابوه قال لك حاج، يجب تعرف واش راك دير باش تكون حاج، فهمنا كيف تعرف واش راك تعمل؟ للذين حجوا الله يتقبل منهم واللي راهم جايين يعرفوا واش يديروا. هذا الجبل يا إخواني الكرام وهذا الغار فيه واحد الحاجة مهمة، وهذه الحاجة قد لا تجدها في الكتب ولا تجدها عند الناس، وهي أنك لما تدخل للغار هذا وتجلس وتلكم أنه الباب نتاعه واسع والمخرج نتاعه ما عندهش مخرج ضيق هكذا باش ما تشوف برا، لما تجلس هكذا وتتأمل أمامك تدري واش تشوف يا إخواني الكرام؟ تشوف الكعبة، والله الذي لا إله إلا تشوف الكعبة من على الجبل. طيب من الذي أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنك يا محمد اذهب إلى هذا الجبل فإن فيه غار، وإذا جلست في هذا الغار فأنت بجوار بيتك كأنك لم تبعد عنها، لأن المشركين كانوا يؤذوه لما يروح يعبد يشوف واش راك دير محمد، ها واش راك توسينا، هو قبلنا ولي نبي، كان يكره الأصنام، لأنه قال في الحديث الصحيح لما قال أنشأت وترعرعت أول ما بغض إلي هذه الطواغيت، قال لما كبرت وليت نعرف ذلك، كل واحد يكبر بلك 8 سنين بلك 6 سنين بلك 10 سنين كل واحد وقفاشته، قال أنا غير حليت عيني وشف، قال أول حاجة كرهتها هي الأصنام. هناك من هذا؟ هذا النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الفطرة تاعه سليمة، الفطرة تاعه نظيفة ماشي ملوثة مسخة، هنا كيف؟ جدوده ماشي معلمينو على البندير من صغره والدين المرابطين جايبينه احنا غير يكبر يتسلم ويكتب، بينما هو غير حل عينيه قال أول حاجة كرهتها هي الأصنام هذه وليت ما نبغيهاش ونكرهها. لما كبر ولا يعرف بحدود 36 35، ولا لما يلحق شهر رمضان يهرب كامل يخرج، من اللي تزوج بخديجة وفي عمره 25 سنة حتى نزل عليه الوحي أحسن من 25 حتى 40 كم سنة، هذه كلها كان ما يجلس في مكة يوم في شهر رمضان، وإنما يذهب يأخذ الزاد بتاعه ويطلع للجبل. من قال له الجبل هذاك اللي فيه غار والغار هذاك كي تجلس فيه راك بجوار الكعبة، كي شغل اللي ما بعدش على الكعبة، كأن الكعبة أمامك جالس تخزر فيها وفي نفس الوقت راك تعبد في ربي، في نفس الوقت الزاد تاعك عندك كيما يقولوا بالعامية ما تشوف جن ما تسمي منه، ما يشوفك حتى واحد يقول لك واش راك دير، راك بعيد. وهذا الجبل هذا زوج سوايع والإنسان يكرش باش يوصل، وهذا لكن عنده الماء باش يوصل إلى القمة هذه، ساعتين مع الشباب والنشاط باش يوصل لإنسان الفوق، أمر عظيم. ولما الرسول صلى الله عليه وسلم ينتهي له الزاد ينزل، لما يخلص له الماء ويخلص له العوين، خديجة رضي الله تعالى عنها الكبرى المرأة المؤمنة العظيمة التي نفع الله تبارك وتعالى بمالها الإسلام والمسلمين ونفع بجاهها الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين كلهم، هذه المرأة العظيمة كان عندها مال عظيم وكانت أرملة غير متزوجة، زوجته مات رجلها أو طلقها، عندها مال كبير وكل الناس يتقدمون لخطبتها حتى ينالوا مالها، ولكن كل واحد يجي ترده لنا راي عارفة، كلهم طماعين في مالها يا راي عارفة. لما الرسول صلى الله عليه وسلم
تاجر لها في مالها وخضى المال وراح للشام تاجر ولا ورسلت معه الوصيف تاعها الخدام تاعها راح معاه لما ولات ولا الرسول صلى الله عليه وسلم وجات التجارة راح لها الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لها هذا هو المال هذه هي الربحة هذا راس المال هذا كذا ورى لها بالتفصيل فهمنا كيف ما خلناش في الغباري كما يديروا الأولين هي تعجبت قالت اه الأولين غير يجوا يعطيني يقول لك هذا ما ربحنا ويجي رايح السلام عليكم هذا ورى لها راس المال ورى لها الفائدة ورى لها الخسارة ورى لها كل شيء تعجبت قالت هذا عمري ما سمعت التجار يديروا هكذا فهمنا كيف وبعدين لما أخذ النص تاعو الفائدة تاعو أخذ النص تاعو وراح جلس الخادم تاعها قال لها قتلوا هذا الرجل ما وش كي الناس هالشي اللي داروا عمرنا ما سمعنا به ولا شفنا قال لها ايه قال هذا شي سهل قال لها مني قلعنا من مكة قال لها شفت بعيني هذا الخادم تاعها اللي هو سفينة أو ميسارة قال لها مني خرجنا من مكة والغمامة تضله لا تفارقه إلا بالليل قال من اللي طلعنا من مكة والغمامة تضلل فيه لأن الشمس ما تأكلوش هنا كيف تمشي الغمامة فوقه قال لها ما تفارقوش الغمامة حتى للغروب كي تجي الغروب تروح الشمس تولي الحر مكاش الغمامة تروح والصبح الحرارة تشتد تجي الغمامة فوق الرأس صلى الله عليه وسلم قال ما هو رجل سهل هذا قال هذا رجل مبارك هنا كيف إذن هذا المرأة علمت أنه لا يصلح لها زوجا لأن المرأة المؤمنة تحرص على الزوج المؤمن والرجل المؤمن كذلك يحرص على الزوجة المؤمنة وهكذا قالت هذا الرجل المؤمن لا ينبغي لامرأة إلا لها هي وحدها فطلبت من عمها أن يذهب إليه فيخطبه لخديجة هي اللي خطبته لنفسها وكان في عمره 25 سنة وهي كان في عمرها 40 سنة هكذا الروايات كلها حتى كان لقد 45 وكذا ولكن الروايات الصحيحة الدقيقة أنها كان في عمرها 40 سنة وهو الرصاص كان في منتهى شبابه في 25 سنة في عمره لأن بعض الناس عدا الله يعني يريدون أن يصطادوا في الماء العكر يقول النبي تاعكم كان شهواني بزاف يبغي النساء بزاف زوج بتسع نساء نقول لهم تعال لما كان في عمره 25 سنة في منتهى الشباب يتزوج بمرأة في عمره 40 سنة ولما يولي في عمره 60 سنة يتزوج بالمرأة في عمره 18 سنة هذا هو اللي هذا هو اللي هذا هو اللي يبغي يتمتع هكذا ولا لا اللي يبغي يتمتع المفروض كي تكون عنده 25 سنة يتزوج بالمرأة مولاة 15 ولا لا ولكن يبين لك باللي قصة الرسول صلى الله عليه وسلم ما عندها علاقة لا بالشهوة ولا بالمتعة وإنما عندها علاقة واحدة أخرى كبيرة أعظم وهي تربية الأمة الإسلامية الرسول صلى الله عليه وسلم لما دار 9 نساء وربي اللي أمره باش يديرهم فمن كيف لما دارهم كانوا عبارة عن 9 مدارس إسلامية للنساء لأن النساء كلهم يجوا لبيوت الرسول صلى الله عليه وسلم يأخذوا منهم العلم ويأخذوا منهم الحكمة ولو كان احنا نجيبوا الأحاديث اسمعوا مليح باش ما يغلطوكمش بعض الناس الذين يريدون أن يصطادوا في الماء العكر نحن الآن لو أتينا بالأحاديث التي رواها أمهات المؤمنين رضي الله عنهن نتعجب يا إخواني الكرام كل الأحكام التي تتناول النساء صغيرها وكبيرها إلا مروية عن نساء الرسول صلى الله عليه وسلم إذن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كفرش النساء باش يعلموا النساء كيفاش نعرفوا احنا كيفاش نديروا للنساء الحكم الشرعي لأن احنا الآن المجتمع الإسلامي مهما كان ينقسم إلى قسمين عندنا أحكام تتناول الرجال وعندنا أحكام تتناول النساء الأحكام اللي تتناول الرجال جابوها لنا الصحابة جزاهم الله خير والأحكام اللي تتناول النساء منين نجيبوها الرجال ما يسولوش على النساء وإنما المرأة تسأل المرأة فيما يخص النساء والرسول صلى الله عليه وسلم يبين من كيف ولذلك النساء كنا يأتينا إلى بيوتات الرسول صلى الله عليه وسلم فيسألنا نساء الرسول صلى الله عليه وسلم ونساء الرسول صلى الله عليه وسلم يسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعطي لهم الحكم وبذلك يعلمنا من كان من ورائهن من النساء فمن كيف إذن الرسول صلى الله عليه وسلم لما كثر النساء كثر العلم وكثر بيوت الدراسة وكثر المدارس الإسلامية الحقيقية التي منها يستقي النساء أمور دينهم فهمنا
إذن يا إخواني الكرام، هذه المرأة العظيمة اللي هي خديجة رضي الله تعالى عنها لما رأت في رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الخصال الحميدة خطبته لنفسها وتزوج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما تزوج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا محمد هذا مالي فخذ فأعطي أومن بغير حساب. قالت له هذا المال الدائرة عندك أعطي اللي تبغي ونحي اللي تبغي ما يهمني اشتري اللي يبغي، لأن عرفت فيه ثقة تامة. وكذلك لما كان كل سنة يذهب إلى غار حيران كي يتحنث كانت توجد له زاد الماء والأكل والشراب ويطلع يتعبد الله تبارك وتعالى، فإذا انتهى له زاد ونفذ ينزل إلى سفح الجبل. انظروا إلى رحمة الرسول صلى الله عليه وسلم، ما يقولاش إلى كملني من 10 أيام 15 يوم أسل الخادم تاعك يطلع لي للجبل، يقول لا هو ينزل، هو ينزل من على الجبل حتى للسفح يلقى الخادم جازة جاب له قربة معمرة وجاب له رزق كبير ويزيد يطلع به حتى الفوق حتى للجبل. والجبل هذا الإنسان برجليه بلا ما يرفض على كتاب وحاجة، صدقوني يا إخواني. من فضلك اقلب الشريط. إذن شهر رمضان الله تبارك وتعالى قال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. الله تبارك وتعالى ينبه عباده المؤمنين أن هذا الشهر أو قضية صيام رمضان فليست بدعا في الشرائع، أن الله تبارك وتعالى ما جبناش حاجة جديدة لنا خاصة، وإنما قد سبق لله تبارك وتعالى أن شرع لعباده في الملل السابقة مثل النصارى مثل اليهود، فلقد سبق لله تبارك وتعالى أن شرع لهم صياما الإمساك. ويختلف كذلك من ناحية العدة في الأيام، ولكن هذه الأمة المرحومة الله تبارك وتعالى حتى يجزلها الجزاء العظيم ويعطيها من الفضل ما لم تعطه أمة من الأمم، لذلك أعطاها شهرا كاملا. أما سائر الملل كانوا يصوموا أيام معدودات، يصوموا عن بعض الأكل ويتركون بعض الأكل وهكذا. إذن الله تبارك وتعالى يطمئن المؤمنين على أن هذا الصيام لعلكم تقولون إنما شق الله علينا أو أتعبنا بهذه التشريعات، فاعلموا أن هذه التشريعات سابقة كذلك في الأمم السابقة، فهذا تطمين للمؤمنين حتى لا يظنون على أن الله تبارك وتعالى يريد أن يشق عليهم. الله تبارك وتعالى لا يشق على عباده، فهمنا كيف؟ الله تبارك وتعالى رحيم بعباده، كما ثبت في الحديث الصحيح أن رسول صلى الله عليه وسلم قال الله أرحم بعباده من الأم بأبنائها، قال رب سبحانه يرحم عباده أكثر ما ترحم اليمات أولادها. وتنظروا هذا يا إخواني الكرام، الرسول صلى الله عليه وسلم قرن عطف العير عطف الله تبارك وتعالى بعطف الأم، لأن ليس هناك عطف ملموس أو محسوس في هذه الحياة أكثر من عطف الأم. ما كان حتى حاجة مثلوا بها أكثر ما نقولوا الكبدة تاع اليمات، ما كانش حتى حاجة أكثر من كبدة اليمات، واللي عنده حاجة يجيبها لنا، ما كانش يعني اليمات تعطف على وليدها عطف ما يصوروا حتى عقل. لا قدر الله تنوض نار في الدار، الراجل ممكن ينوض يطفي ولا كذا، هي أول حاجة ترفد ولادها وتهرب، فمنها كيف؟ أول حاجة تخلي الدراهم تخلي كل شيء، بالك أنت ترى تحوص على الكواغ ترى تحوص على الدراهم، هي ترفد وليدها وتهرب. إذن عطف الأم يا إخواني الكرام لا يوازي أي عطف في الدنيا إلا عطف الله تبارك وتعالى في الآخرة وعطف رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم الله أرحم بعباده من الأم بأولادها. لذلك الله تبارك وتعالى هذا الشهر المبارك جعله لنا رحمة لكي نزداد في الخيرات، لكي نزداد في المقربات، لكي نزداد في الحسنات، وبالتالي تزداد
درجاتنا إن شاء الله في الجنة. فهمنا كيف؟ ليس يعني شاقا علينا وليس يعني تعنيتا لنا، وإنما هو لزيادة الأجر ولزيادة الفضل. إذن الله تبارك وتعالى يقول أياما معدودات. هذا الشهر رمضان الذي فرض عليكم أو كتب عليكم ليس هو طويلة، وإنما هو أياما معدودات. ومعدودات الله تبارك وتعالى قالها حتى يبين لك أيها المسلم مهما طالت هذه الأيام لابد أن تنتهي، لأنها معدودة ومحسوبة وقصيرة. إذا قرنت بالسنة كلها تلقى شهر في الوسط وجيجي كل شهر بنهار من كيف، أو كل شهر بنهارين من كيف، حياتك كلها وانت تأكل وتشرب يجيك واحد اليوم يقول لك حبس ما تأكلش، وما هوش يعني كما نقول حرمان لك أيها المؤمن من الشهوة أو حرمان لك من الأكل والشرب، وإنما هو زيادة لك في الأجر وزيادة لك في الثواب. إذن هذا الشهر هذا الله تبارك وتعالى جعله لنا رحمة، لأنه قد تتراكم علينا في خلال السنة كل قد تتراكم على المؤمنين ذنوب. فهمنا كيف؟ فهذه الذنوب قد لا تمحوها الصلوات، قد لا تمحوها الزكوات، قد لا تمحوها جميع أعمال البر، ولكن لما يمر عليها رمضان يمحوها. فهمنا كيف؟ وهكذا يا إخواني الكرام، رمضان بمثابة الإنسان، كاين بعض الوسخ ينحي الصابون، كاين بعض الوسخ ما ينحي لا ما ولا صابون، يزم له مادة واحدة أخرى صحيحة تنحي. فهمنا كيف؟ هكذا الذنوب نتاعنا يا إخواني الكرام، بعض الذنوب الصلاة تنحيها، بعض الذنوب الوضوء ينحيها، بعض الذنوب الاستغفار ينحيها، ولكن بعض الذنوب لا يمحوها شيء إلا رمضان. ولذلك الله تبارك وتعالى أكرمنا بهذا الشهر العظيم الذي يمر علينا كل سنة، فبذلك يطهرنا من الذنوب التي تتراكم علينا. يجينا رمضان فنخرج من رمضان وذنوبنا إن شاء الله جميعها مغفورة وعيوبنا جميعها مستورة. وهكذا إذن هذا الشهر المبارك جعله الله تبارك وتعالى لهذه الأمة المرحومة، جعله رحمة ورضا من الله تبارك وتعالى وزيادة في الفضل والأجر. إذن الله تبارك وتعالى يقول أياما معدودات، يعني أياما قلائل محسوبة سرعان ما تمر، فهنيئا لمن صامه، فهنيئا لمن صامه إيمانا واحتسابا. إذن أياما معدودات، يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. الذين كانوا في سفر أو كانوا مرضى في الشريعة الإسلامية تحيط بظروف المسلم في جميع أوقاته، فمن كان مقيما صحيحا فله أن يصوم، ومن كان مسافرا فعليه أن يفطر ويأكل، وإذا رجع إلى بلاده واستقر قرارا تاما فعليه أن يخلف أو أن يقضي الأيام التي أفطرها. إذن هذا نص من القرآن على أن المسافر، وبعض العلماء قالوا يعني المسافر الذي يكون في سفر طاعة، إما لطلب تجارة مبرورة أو طلب علم أو صلة رحم، هذا هو الذي يجوز له أن يأكل في رمضان. أما الذي يذهب في والعياذ بالله سفر معصية، كان يذهب يحوص ويروح للخارج يعمل ولا كذا ويروح كذا، هذا بعض العلماء قال فلا يجوز له في حقه أن يأكل رمضان، وإنما الذي يأكل رمضان من كان مسافرا سفر طاعة، أما سفر المعصية فلا ينبغي. إذن هذا من ناحية المسافر. وبعضهم قال لا بد للمسافر لا يفطر حتى يحس على أنه يعني في مشقة من أمره، يعني لما يحس روحه عيان ويحس روحه تعبان في السفر يأكل، ولكن هذا كذلك كلام مردود. وإنما الله تبارك وتعالى قيد الإفطار في رمضان، قيده بالسفر،
فإذا حصل هناك سفر حصل هناك إفطار. ماشي قضية المشقة، لأن المشقة ممكن واحد هنا في الفلاحة في الحصاد لما يكون رمضان في الصيف ممكن أنت تتعب في الحصاد أكثر من اللي يتعب المسافر، صح ولا لا؟ إذا القضية ما تتعلقش بالتعب، لأن احنا في الخدمة في الفلاحة نتعب أكثر من المسافر، بالأخص كما ضرقة واحد يروح في الطيارة في درجة أولى ومكسل، عنده بانكيطة مكسل فيها لا بأس عليه، واش متعب يحس فيه؟ فهمنا كيف؟ بينما أنت في الفلاحة تتعب وتحرص وتحصد تتعب أكثر من 20 ولا 100 ألف مسافر. إذا القضية لا تتعلق بالمشقة، لأن لو تعلقت القضية بالمشقة كل العمال الذين يعملون في الأمور الشاقة كما هذو اللي يخدموا في المركبات تاع الحديد اللي تصهر الحديد واللي يخدموا في المناجم والمعادن تحت الأرض كلهم روحوا كلوا، لأن رمضان يتعلق بالمشقة وأنتم في مشقة يلا روحوا فقروا. إذن القضية هنا لا تتعلق بالمشقة. من هنا بعض الناس غلطوا كثير من كيف، صدرت يعني والعياذ بالله في بعض السنوات القديمة صدرت في تونس فتوى تقول للعمال، العمال الذين يشتغلون شغلا يعني شاقا فعليهم أن يأكلوا، عليهم يأكلوا ويعملوا. لماذا؟ لأن المسافر يشق عليه السفر، من هنا وجب عليه أن يأكل، وكذلك أنت العامل يشق عليك العمل، اذهب وأكل وهكذا. إذن هذا قياس في غير محله، لأن الله تبارك وتعالى قيد الإفطار بالسفر، فإذا كان سفر كان إفطار، وإن لم يكن هناك سفر لم يكن هناك إفطار. ولم يقيد الله تبارك وتعالى قضية الإفطار بالمشقة، وإلا لو كانت القضية بالمشقة لما استطاع أن يصوم إلا ناس قليلون هم الذين يصومون، والباقي كله يقول يا أخويا مشقة. فهمنا كيف؟ رانا في الصيف خلي حتى تجي شتاء وربيع ونصومه. فهمنا كيف؟ والصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين فرض الله تبارك وتعالى عليهم شهر رمضان، أعمالهم كلها كانت شاقة من أصعب ما يصور الإنسان، وهي نخيل وبساتين وحصاد وججاد نخل وهكذا، كله كان تعب في تعب، فكيف يفرض الله تبارك وتعالى عليهم الصيام في هذا الظرف من الزمن؟ إذن يبين لك عن القضية ليس لها علاقة بالمشقة، وإنما القضية لها علاقة بالسفر. فإذا كنت مسافرا ولو في الطائرة وليس هناك مشقة وتعب فجاز لك الشرع، فجوز لك أن تأكل. فهمنا كيف؟ ولو لم تحس بأدنى مشقة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان مجرد ما ينطلق إلى السفر يأكل، وكذلك الصحابة جميعهم يأكلون وينصرفون في سفرهم بدون ما يحسوا حتى مشقة، ما يقول لهمش لا أجلسوا وانتم صائمون حتى نحسوا بالمشقة والتعب ثم نفطروا، لا، مجرد ما رانا مسافرين في بيتك يجوز لك الشراء، إذا كان سكبت الورق وناوي تسافر في بيتك شبع كرشك مليح وعمر كرشك مليح وشبع روحك مليح وتوكل على الله وسافر. فهمنا كيف؟ هذا قول من أقوال العلماء، وإنما بعضهم يقول لك لا حتى تخرج من المدينة، وبعضهم يقول لك حتى تولي تغزر مورك ما تشوفش المدينة ثم أكل، ولكن كله جائز. وثبت عن الصحابة أنهم كلوا في بيوتهم وثم سافروا، وفيهم اللي ثبت عليهم انطلق قليلا ثم أكل وهكذا. إذن هذا من ناحية المسافر جوز له الشرع أن يأكل رمضان ثم لما يرجع إلى أهله ويستقر قرارا تاما عليه أن يقضي الأيام التي أفطرها. لذلك الله تبارك وتعالى يعني هذه رخصة أعطاها الله تبارك وتعالى للمؤمنين، أنها المسافر له نصف الصلاة الرباعية، الظهر الرابعة، العصر الرابعة، العشاء الرابعة، يصلي فيهم زوج ركعات. فهمنا كيف؟ والصيام جاز له أن يأكل وهو مسافر، فلما يرجع إلى بيته ويستقر في بيته فعليه أن يقضي ما أكل وما أفطر في رمضان.
هذا يعني الله تبارك وتعالى أعطاه للمؤمن رخصة منه وتفضلا. وللعلماء في هذه المسألة كلام طويل في هذه المسألة من ناحية الصائم إذا صام إذا سافر، هل الأفضل أن يصوم أم الأفضل أن يفطر؟ إنسان سافر، من الأفضل نبقى على صيامي أم نفطر؟ من خير؟ تقول يبغيها ربي بزاف. للعلماء في هذه المسألة يعني بحث طويل، والعلماء الذين يعني ذهبوا إلى أن الأفضل للصائم أن يفطر وهو مسافر، فهذا الذي معهم الدليل القوي. إذن قال لك الإنسان كي يعود مسافر أحسن لك تفطر، لأن هذه يبغيها ربي، فمنها كيف. وبعضهم قالوا إذا بقى صائم يعني ما فيها بس، ولكن فلت حاجة أفضل كبيرة، فمنها كيف؟ لأن هذا الرخصة هذه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه كان إذا سافر جلس هكذا على صيامه، وإنما كان يفطر. ولذلك بعض الصحابة قالوا كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن صائمون، فمنا الصائم ومنا المفطر، فلم يعنف الصائم على المفطر ولم يعنف المفطر على الصائم. الصحابة قالوا كنا نسافر مع الرسول أو كنا نجاهد مع الرسول، فينا اللي يصوم وفينا اللي يفطر في رمضان، فينا اللي صايم وفينا اللي فاطر. قال الفاطر ما يسقيش على الصايم والصايم ما يسقيش على الفاطر، يعني الأمر فيه ساعة. ولكن القضية الثابتة اللي فيها فضل كبير هو الإنسان يفطر، كي يكون مسافر يفطر، هي اللي فيها الأجر الكبير. ما تتعجبوش يا إخواني، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سألوه لما قال له هذا الصحابي، قال له يا رسول الله ننجم نسافر وننجم نصوم، في زوج ننجم لهم، عندي قوة السفر وعندي قوة الصيام. واش قال له الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال له إن الله، سمعوا له، إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. يقول لك ربي يحب كي تعمل بالرخصة تاعه كما يحب كي تعمل بالعزيمة، يعني العزيمة هي الصيام والرخصة هي الإفطار، العزيمة هي مثلا إتمام الصلاة، الرخصة هي تنقص من الصلاة تنقص من على النص، فمنها كيف. يقول لك ربي كي يعطيكم حاجة تكرم بها عليكم يحب تخدموا بها. احنا لو كان ما نخدموش بها راحت ولا لا؟ إذا ما كليناش في السفر ولنا كل واحد يقول لك لا أنا ما ناكلش ونروحوا صايمين وإحنا مسافرين، إذا تعطلت الرخصة التي أعطانا الله تبارك وتعالى، وبالتالي فقد أعطانا الله تبارك وتعالى هدية تكرم بها على عباده، ولكن نحن رفضنا هدية الله والعياذ بالله. فهذا لا ينبغي، فهذا انتبهوا جيدا، لأن بعض الناس لاقوهم كثيرين ويقول لك لا أنا حسيت بالتعب حسيت كذا ولكن ما بغيتش نفطر جيت صايم، يحسب باللي خدم خدمة مليحة وما يعرفش باللي لما يفطر هي الخدمة المليحة. كيف؟ لأن هذه رخصة أعطاها لك ربي وهدية، قال لك خذ يا عبدي الهدية هذه. أنت تقول لا ما نخرج ما يشيت نصوم عندي القوة، لا وجر للرسول عزيزي وقال له نصوم وعندي القوة نستطع نسافر ونستطع في نفس الوقت نصوم، قال له لا، إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. الله تبارك وتعالى لما يعطينا رخصة من الرخص يحب منا أن نعمل بهذه الرخصة، فمن كيف. وهو الإفطار رخصة من رخص الله تبارك وتعالى تفضل الله بها على عباده المؤمنين، فما علينا إلا أن نعمل بها لأنها بمثابة هدية. ألا نقبل هدية الله تبارك وتعالى وهو قد أعطى أنا هدية تكريما لنا تكريما وتفضلا لنا، فأحرى بنا نحن المؤمنين أن نقبل هذه الهدية من الله تبارك وتعالى وأن نعمل بها. فهمنا؟ إذن العلماء قالوا الصائم الذي يسافر الأفضل في حقه أن يفطر، وبعضهم قال الأفضل له أن يصوم، ولكن الراجح والذي عليه كبار العلماء ولفيف من العلماء كبير قال
قالوا الإفطار أحسن لأنها رخصة من الله تبارك وتعالى تكرم بها على عباده المؤمنين، فما عليهم إلا أن يعملوا بها. فمن كان منكم مريضا أو على سفر، الإنسان إذا كان مريضا فعليه أن يفطر، وكذلك إذا كان مسافرا فعليه أن يفطر. ولكن الآن بعض الناس يتعنتون في المسألة، هو مريض ويقول لك لا نصوم، ولو مريض نصوم، فهذا يشق على نفسه من أمرين اثنين، يشق على نفسه بالصيام ويشق على نفسه بالمرض الذي هو مكتوب عليه. أنت مريض في نفس الوقت راك متعب، فكيف تتعب نفسك بالصيام بينما الرخصة عندك؟ الله تبارك وتعالى أعطاك رخصة، ألا تقبل رخصة الله أيها المؤمن؟ الله تبارك وتعالى تكرم عليك. وقلت لكم الذي لا يعمل برخص الله تبارك وتعالى فكأنما رد هدية الله تبارك وتعالى. رأي الأمر كبير، لأن احنا الآن أصبحنا ما نعرفوش، نظن بالقضية سهلة. الله تبارك وتعالى كرمنا نقول ما نحتاجوش ننجمه، فمن كيف هذه معناتها؟ هو قال لك كل إلى راك مسافر كل، وإلى راك مريض كل، وإحنا نقول ننجمه إذا ما نحتاجوش. هاي الأمر كبير، ما هو سهل يا إخواني الكرام. بينما الله تبارك وتعالى كرمنا نقول سمعا وطاعة يا رب، فعلينا أن نأكل إذا أردنا السفر، وإذا مريضنا كذلك أن نأكل حتى نكون قد عملنا برخصة الله تبارك وتعالى، وبالرخصة التي أعطانا إياها، وبالهدية التي تكرم علينا بها. فمن كيف؟ أما إذا جلسنا نحن صائمون ولا نعمل بالرخصة فكأننا تكبرنا على هدية الله تبارك وتعالى، كأننا رفضنا هدية الله تبارك وتعالى، وهذا أمر ما هو بالسهل، فهذا أمر كبير. والرسول صلى الله عليه وسلم كان حريصا كل الحرص أن يعمل بالرخص التي أكرمه الله تبارك وتعالى، أكرمه بها وهو علمها لأمته، فلم يثبت عنه أنه كان يسافر وكان يصوم، وإنما كان إذا أراد أن يسافر حتى يعلم الناس جميعا، وهو راكب على ناقته يحمل قدحا من الماء ويشرب هكذا أمام الملأ حتى الناس يرونه يشرب في رمضان فيتبعونه لأنه قدوتهم. فمن كيف؟ هكذا يرفض القدح على الماء ويشرب أمام الناس حتى يتبعونه. أما يقول لهم خلينا صائمين معلش نقدروا، لا، هو ربي كرمك. قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام الأخر. إذا لم نعمل بهذه الرخصة التي أعطانا الله إياه، إذا تعطلت الرخصة دي وقلنا ما نحتاجوش، وهذا أمر كبير، وهذا كأننا رددنا أشياء الله تبارك وتعالى أكرمنا بها نحن ورددناها. وكذلك المريض يا إخواني الكرام، فما عليه إلا أن يأكل. إنسان مريض يكفيه تعب المرض، أما أن يكون متعبا بالمرض ثم يزداد عليه بالصيام فهذا مما يشق على النفس، فهذه المشقة الله تبارك وتعالى لا يحتاجها. احنا كي نعذبوا انفسنا ربي يحتاج؟ ما يحتاج العذاب ده. لذلك ثبت الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان حاجا في حجة الوداع، لما كان راكبا على ناقته وهو منطلق إلى مكة المكرمة، وإذا به يرى امرأة متعبة تمشي على أرجلها، شاف امرأة عيانة تمشي على رجع على أرجلها وهي تتهادى، فقال ما لهذه؟ هذا المرأة واش بها؟ تمشي ورجلها يتخبطوا وتمشي برجلها ورايحة مع الركب، ناس رايحين راكبين وكل راكب مع صاحب واللي راكب مع أخوه وهي تمشي برجلها وعيانة. هي الصحابي رضي الله تعالى عنه عقبة بن عامر الجهني أخته، جاء للرسول صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله هذه المرأة اللي اعترت عليها اللي راهي تمشي، والحديث صحيح، هذه المرأة اللي راهي تمشي على رجليها نذرت في المدينة، يعني خذت عهد على ربي، قالت له والله يا ربي غير نحج للبيت ولا نمشي. همنا بنات، لأن خرج الرسول في الركب والناس تمشي والناس على ويركبوا وينزلوا يتناوبوا على الرواحين، إنما ما عندهمش الرواحين بزاف يتناوبوا عليها. فمن كيف؟ ولكن هذه المرأة ما تبغيش تتناوب مع أخوها، تمشي وحدها. لما شافها الرسول صلى الله عليه وسلم متعبة قال لهم هذه واش بها؟ علاه؟ ما لهذه المرأة؟
ناظر صحابي اخوها عقبة بن عامر الجهني قال له يا رسول الله نذرت هذه اختي ولكنها نذرت ان تحج الى بيت الله ماشيا. واش قال له الرسول الذي بعثه الله تبارك وتعالى رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم؟ ما قالوش ايه خليها ولو مت في الطريق دبر راسها كما نقولوا احنا هيا قالت واش نديروا لها هذا يقولوا احنا. قال له لا مرها فلتركب امرها ركبها معها خليها تركب ان الله سمعوا ان الله غني عن تعذيب هذه لنفسها. قال له ربي كي تعذب هذه نفسها ربي لا له بها ربي كي نعذبه بوزنا يبغينا ما يحتاج ربي العذاب تاعنا. قل ما يفعل الله بعذابكم كي نعذبوا احنا انفسنا لا يحتاج ربي العذاب تاعنا لا نحن ليس هناك عبادة نتقرب بها الى الله تبارك وتعالى ونعذب انفسنا. بينما الانسان لو يروح يشوف مثلا في العالم ويبحث مثلا في هذه الطوائف الضالة كما البوذية وكما الهندوسية وكما الكونفوشيوسية وهذه الديانات اللي الديانات الارضية الخاسرة فهمنا كيف؟ يشوف بعض الناس مثلا في ايام البرد تلقى عريان عنده غير حاجة كذا وراه يترمى في الثلج وراه يتعذب ولا كذا تقول له علاه يقول لك نعذب نفسي باش ربي يبغيني فهمنا كيف؟ وهكذا وفي زمان الصيف تقول له وراه الماء البارد يقول لك لا ما نشربش الرياح هكذا عطشان وتلقاه يطلق له السخ على روحه وحالته حالة كي تقول له علاه يقول لك باش نتقرب بالربي نعذب النفس باش نتقرب بالربي ولكن ربي سبحانه ما يحتاجناش كي نعذب انفسنا فهمنا كيف؟ قالوا إن الله غني عن تعذيب هذه لنفسها. ربي غني عن عذاب هذا المرأة تعذب نفسها لا مرها فلتركب ركبها معاك وخليها تروح معاك وهكذا. إذن الله تبارك وتعالى لما احنا يقول لك صحيح أنا راني مريض ونصوب فهمنا كيف؟ لما تعذب نفسك الله تبارك وتعالى غني عن عذاب المؤمن لنفسه. انتبهوا يا إخواني الكرام والله تبارك وتعالى غني عن تعذيب المؤمن لنفسه. وإنما الله تبارك وتعالى يريد منك أيها المؤمن أن تحافظ على بدنك سليما قويا لأنك أنت كي تحافظ على البدن تاعك هذاك البدن تستطيع أن تعبد الله به أن تصوم به أن تجاهد به أن تعمل الخير لنفسك أن تغني نفسك وأولادك عن الآخرين. شفت لما تحافظ على جسمك شحال تلقى فيه من الفائدة بينما إلا عذبته ما استفدت لا في نفسك وخليت الناس كل يوم رافدينك رفدوا حطوا راعيان علاه ليش هذا يا أخي العزيز؟ خلي نفسك قوية خلي ذاتك قوية تلقاها الشرع يلقاك خوتك يلقاك الإيمان يلقاك كل شيء يلقاك فهمنا؟ إذا الله تبارك وتعالى يريد منا أن نحافظ على أبداننا قوية سليمة فالشرع يحتاجها ونحن نحتاجها والمجتمع المسلم يحتاجها لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح المؤمن القوي خير عند الله وأحب من المؤمن الضعيف وفي كل خير. باش الرسول صلى الله عليه وسلم يوازي القضية حتى ما يغضبوش الآخرين كلهم فيهم الخير ولكن المؤمن القوي أحسن من الضعيف. قوي فاش؟ قوي في بدنه أقوي في علمه أقوي في دينه أقوي في إيمانه أقوي في ماله أقوي في جاهه وهكذا. وقيس كل حاجة أنت تكون قوي فيها ربي يحتاجك ويبغيك فمن كيف؟ أما هذا ضعيف وين تضربه ما تلقى عنده لا جاه لا مال لا قوة لا دين لا مال لا حتى شيء وش هذا عاطل راه رمار وحفوقنا فمن كيف؟ وهكذا بدل ما يهتم بروح أصبحنا إحنا لاتين بروحنا ولاتين به. بينما الشرع يا إخوان الكرام يريد منك أن تكون قويا يريد منك أن تكون قويا في كل شيء في بدنك وفي دينك وفي إيمانك وفي مالك وفي جاهك وفي جميع أمورك تكون قويا فبذلك يحتاجك. فكل يعني أمر من الأمور نحتاجك فيها إلا ونجدك أمامنا نحتاجك في كل شيء. لذلك يا إخواني الكرام هكذا الإيمان والإسلام وربنا تبارك وتعالى تكرم بهذه الرخص علينا حتى نبقى أقوياء حتى نبقى ذوي جلد وذوي قوة فلا
نضعف ولا نخور. فهمنا كيف؟ إذا انتبهوا جيدا يا إخواني الكرام إلى هذه الآية الكريمة: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يعني أنك تصوم أيام أخر إذا كان أقمت في بلدك واسترحت استراحة تامة وانصرم شهر رمضان، فتعد الأيام التي أكلتها فتصومها، ويجوز لك أن تصومها متفرقة ويجوز لك أن تصومها متابعة. فمن كيف؟ يجوز لك تصوم نهار تأكل نهار، تصوم نهار تأكل عشر أيام، ما فيها بأس. يجوز لك تصومها بعد ما يقضي شهر رمضان إما متتابعة وإما متفرقة، فكلا الأمر الحمد لله جائز. فهمنا؟ وكذلك الله تبارك وتعالى يقول بعد أن تكلم عن أصحاب الرخص الذين هم المرضى والمسافرون، كذلك تكلم عن صنف آخر وهم مثلا الشيخ والشيخة الكبيرين في السن، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين. لذلك يا إخواني الكرام انتبهوا، فمن كان في ذمته شيخ كبير أو عجوز كبيرة فما عليه بعد أن يشق عليها رمضان، فما عليه إلا أن يأمرها بالأكل فتأكل، عندها آجر. فمن أكيد بعض النساء وبعض الشيوخ يقول لك لا، كي نصوم ولي عندي الآجر، كي تكبر وتعطل وتولي عيال كي تأكل عندك الآجر، لأنك امتثلت إلى شريعة الله. لما ربي يقول لك: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين، يعني الذين يطيقونه يعني يتحملون صيام شهر رمضان بقوة وبتعب. فهؤلاء رخص لهم الشرع أن يأكلوا ويفطروا في رمضان، ولكن لكل يوم أفطروه عليهم أن يفطروا معهم مسكينا ضعيفا. من كيف؟ فمن كانت عنده أم عجوز كبيرة يشق عليها رمضان، ومن كان له أب كبير كذلك يشق عليه صيام رمضان، فما عليهما إلا أن يأكلا ثم يفديا لكل يوم أكل منه، لا بد أن يفدي يوما عنه وهو إطعام مسكين. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وتقبلوا تحيات تسجيلات تقوى للإنتاج الإعلامي، ونحيطكم علما بأن جميع الحقوق محفوظة، كما نأمل أن نلتقي معكم مرة ثانية بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.